اسمي دنيا لطفي، سن 25 سنة، جيت من المغرب. دنيا إنسانة جد طيبة ومرحة ورومانسية وحساسة للغاية. أنا لما دخلت أول كلمة قلتها برضاك، شفت تعبير اللجنة الأستاذ إياس رحبان والأستاذ زياد بطرس، يعني عملوا رياكسيون، يعني ابتسموا بواحد الرحبة، رحبوا يعني بصوتي. لما رحت لبلدي وسألتني ماما وأخواتي، قلت لماما لا أنا ما تختاريتش، يعني كذبت على الله يسامحني. بعد ساعتين قلت لماما، ماما راه هما فضلوا يقولوا لي ما في نصيب، ويعني تكون عندك روح رياضية ولازم يعني المسابقة هي هذه. فأنا قلت لا، ما يجيبوها إلا نسوانها. وبعدين ماما عيطت وسخفت وربنا يسامح. نحب تصوتوا لي لأني كنشوف صوتي ممتاز، من ضمن الأصوات الممتازة اللي في البرنامج. شكرا. كثير مهضوم الريبورتاج يا دنيا. وهلا دنيا راح بتسمعنا أغنية غني لي شوي شوي للسيدة أم كلثوم. كلنا سمع إليك. أول شيء طبعا اليوم مستوى الحمد لله كله عالي مع وجود الخوف عندكم، ولكن
قاعد يعني تغيبون في 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 تألق. يعني انا شفتك في قبل طبعا في الاختبارات السابقه كان عندك رجفه في الصوت سابقه كانت تبين يمكن على الخوف. اليوم كنت متوقع اني انا راح اوجه لك انتقاد بهذه الناحيه، لكن اليوم ما حسيت ابدا. يمكن اقول من شفتك الى اليوم هذه اكثر مره تألقتي فيها. اتمنى ان الناس يعني تنتبه لهذه الاصوات. انت صوت مميز جدا، الله يوفقك ان شاء الله. يا رب امين. دنيا انا عندي الحب من اول نظره. وقعنا في الحب في المغرب، وكنت انت من حكينا انا والاستاذ زياد على الواطي. ما عمال تقولي بتحبني ليه بس؟ لا بحبك شيء خالص، يعني طيب. شيء ثاني. اما هي الحب الروحاني. الله، امال ايه؟ انا الروحاني والله من اول مره انا قايل حاطط براسي مشروع وان شاء الله يزبط. يا رب. ممتازه. شكرا. تفضلي ستي. دنيا، الملاحظه اللي اعطيك اياها استاذ عبد الله هي اكثر ملاحظه نحن كنا عم نسمعها. يعني نحن كنا معلقين على هالموضوع، هذا قصه الرشفه بالصوت والفيبراتو الكثيف اللي كنت تعمليه، وحتى الناس علقوا على الموضوع. يعني اكيد في ناس سميع عندهم سمع كثير خطير كمان علقوا على هالموضوع. اليوم اللي عملتيه انت سيطرتي على حالك، مظبوط؟ فظيعه، رائعة كنت اليوم. دنيا عايزة أقول لك في فرق كبير فعلا بين أول مرة. إحنا كلنا فعلا حبينا صوتك جدا، كنت خايفة والصوت بيترعش شوية، لكن في نمو بيحصل سريع. مع إن في تاني مرة أنا قلقت عليكي. النهاردة أنت أثبتتي لي وجود وحضور جميل جدا، أنا عن نفسي هصوت لك. شكرا استاذه. ميرسي دنيا، برافو عليك بجد. اللجنه كلها قسمت على صوتك وطريقه ادائك النهارده. الحمد لله. دي اكيد من معيار الفنان الناجح. جنب الصوت في ايه تاني بالنسبه لك انت؟ في تمثيل. تمثيل؟ بحب امثل لكن ما بعرفش. وتمثيل ما بتعرفش؟ يعني هو المعيار الغنى والتمثيل بس؟ بس. طب والشكل؟ أكيد ده أول حاجة. أول حاجة إن شاء الله. قبل أي حاجة. هعمل ريجيم كما قالت لي مدام وزان إن شاء الله. أنت قعدتي طبعًا مع مدام وزان وقعدتي مع أخصائيين كتير بخصوص. وأتمنى إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق والجمهور يصوت لك. من المغرب هننتقل لمصر وهنسمع شيماء جاد.